السحاب فإنه يسأل الله تعالى من خيره. فجاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى سحابا، إذا رأى ناشئا يعني السحاب، ترك العمل حتى ولو كان في الصلاة، حتى ولو كان في صلاة، ثم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر هذا السحاب، كان يستعيذ بالله تعالى من شر هذا السحاب. وجاء أيضا من حديث عائشة أنها ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى عارضا أو سحابا ناشئا يتغير لونه ويدخل ويخرج، فتقول له يا رسول الله الناس يفرحون بهذا، قال وما يدريني، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما يدريني قد يكون عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى. ويذكر عليه الصلاة والسلام بأن أقواما عذبهم الله عز وجل بالمطر، عذبهم بمثل هذا السحاب الناشئ، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. المسألة الأخرى الدعاء، يدعو يقول اللهم إني أسألك، فإذا جاء المطر يدعو الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر كان يقول صيبا نافعا، أو اللهم اجعله صيبا نافعا. وثبت عنه أيضا أنه كان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وثبت عنه أنه إذا رأى المطر قال رحمة 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 رحمة. فإذا نزل المطر دعا الله سبحانه وتعالى بأن يجعله صيبا يعني مستمرا نافعا. فإذا زادت كمية الأمطار وخشي الناس من يعني من الفيضانات، يقولون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودي ومنابت الشجر، لا يقول اللهم ارفع عنا المطر. المسألة الأخرى، من السنة أن الإنسان يتعرض للمطر، إذا نزل المطر يتعرض له، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر حسر عن ثوبه، ويقال له في ذلك فيقول إنه قريب عهد بربه، وهذا يذكره العلماء في كتب العقائد في إثبات صفة العلو لله عز وجل، فقال إنه قريب عهد بربه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحسر عن ثوبه. ما معنى يحسر عن ثوبه؟ يعني يخرج كتفه، ساقيه مثلا، يرفع العمامة حتى يعني يصيب ماء المطر بدنه، وماء المطر ماء طهور ولله الحمد، فالله جل وعلا جعله طهورا، ولذلك من السنة أن الإنسان يحسر. كذلك فيما يتعلق بقضية الدعاء، فإن من مواطن الدعاء ومضان الدعاء عند نزول المطر، وقد ثبت في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة أخرى إخواني وأخواتي، ما يتعلق بسماع صوت الرعد، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرعد ملك من الملائكة، وأن الله تعالى جعل بيده مخاريق، وهي هذا البرق، هذا البرق. وإذا سمع الإنسان الرعد فإنه يستحب له أن يقول هذا الدعاء الوارد عن عبد الله بن الزبير، قال العلماء له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والملائكة من خيفته. كذلك إذا هبت الرياح الشديدة، وفي الغالب أنها تكون في فترة الشتاء، أن الإنسان يسأل الله عز وجل من خيرها، إذا هبت الريح يقول اللهم من يسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وهذا من السنة، هذا من السنة.